بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، سنبدأ بدرسنا المعتاد ثم نتناقش في بعض المسائل إن شاء الله إذا كان هناك استفسارات أو أسئلة بعد نهاية الدرس. ونهنئ الإخوة حيث أكرمهم المولى عز وجل بأن يظفروا بإدراك هذه الأيام المباركة التي جعلها الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. أيام مباركة وليالي خيرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام أيها الإخوة يقصد به قيام ليالي رمضان، وليس كل الليل، لأن أكثر الناس لا يستطيعون ذلك، وإنما قال العلماء من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فبعض المساجد يصلون 8 ركعات، والبعض الآخر 11 ركعة، والبعض الآخر 23 ركعة، والبعض الآخر 36 ركعة. فإذا صليت مع الإمام وداومت على أن تتابعه حتى ينصرف، أيا كان عدد الركعات كتب لك وقيام ليلة، وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده. صلاة التراويح لا تستغرق وقتا طويلا، وإنما قد تكون ساعة أو ساعة وبعض الساعة، فإذا اغتنمها الإنسان وحضر مع المسلمين وابتهل إلى الله وتضرع إليه فإنه على خير عظيم إن شاء الله، وله أجر وافر وتجارة رابحة. شهر رمضان جعله الله سببا للفوز بالجنة والعتق من النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق الجازم، وهو قول وعمل واعتقاد. وقد ورد إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه، فأنت انتبه بحواسك لما تسمع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام لغة بمعنى الإمساك، فهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق. عندنا الفجر فجرين، فجر يأتي بعده ليل، هذا لا يسمى فجر صادق، وفجر ينبلج الضوء بعده وهو الفجر الصادق، وتكون بعده صلاة الفجر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال عز وجل لعلكم تتقون، أي لعل الوقاية تحصل لكم من عذاب الله عز وجل بأدائكم الصيام وبقيامكم بحقه
وبالتزامكم بما فرض الله عليكم. ثم يقول عز وجل: أياما معدودات، أيام، وأيام على صيغة جمع من جموع القلة، لينفض الإنسان عنه غبار الكسل، وليبعد عنه الخمول، وليعلم أن هذا الشهر له أهميته فيبذل جهده أياما معدودات. والأيام على صيغة جمع من جموع القلة سرعان ما تنتهي وتودع، فإما أن تكون شاهدا لك بالخير، وإما شاهدا على المهمل والمقصر والمتهاون بالخمول وعدم الاهتمام. أياما معدودات، وأيام قلنا على زينة أفعال، وأفعال أحد أوزان جموع القلة. ويقول فيها ابن مالك: أفعيلة أفعل ثم فعل ثم أفعال أربعة، ثم أفعال جموع قلة. فبين ابن مالك في الألفية أوزان الكثرة وأوزان القلة، فأيام على زينة أفعال، وأفعال أحد الأوزان لجموع القلة لأنه سرعان ما ينتهي. فالآن يعني نستقبل الشهر سرعان ما نقول مضت العشر الأولى، سرعان ما نقول مضت العشر الوسط، سرعان ما نقول ودع الشهر. فإما أن يكون شاهدا على المحسن والجاد والذي راقب نفسه وأدبها وعلمها ما فيه الخير، وإما شاهد على المفطر على المقصر والمتواني والمتساهل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: يقول سلمان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيام من شعبان، في آخر شعبان، فقال: أظلكم، يعني دخل عليه، أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. الصيام فريضة يجب على الإنسان إذا كان مستطيعا، وأما إذا كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإذا قلنا إنه لا يستطيع القضاء فعليه إطعام مسكين، ومن ذلك الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي بعض القراءات: وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه بمعنى لا يستطيعون، يشق عليهم والمرض ملازما لهم، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. أيها الأحباب، ما أحسن أن يستغل المرء وقته فيما يرضي الله، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه، فاستكثروا فيه أي في رمضان من أربع خصال، يعني كثروا من الأربع هذه. ما هي الأربع؟ قال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، أوضحها عليه الصلاة والسلام. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه لأنك تطلب الغفر الذنب وستر العيب والتجاوز عن الخطايا والمسامحة عن الآثام، تستغفرونه. إذا قال الإنسان: اللهم اغفر لي، والله يغفر الذنب ويستر العوب، والاستغفار له أثر. إذا أكثر الإنسان من قوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فالله يغفر ذنب عبده ويتجاوز عنه. ونوح عليه السلام قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، تكمل المطر،
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى إذا استغفره العبد وكان بحاجة إلى المطر نزل المطر مدرارا، كان بحاجة إلى الولد وهبه الله ذرية الصالحة، كان بحاجة إلى المال وهبه الله المال الكثير إذا استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سألني أحد الإخوة قبل قليل قال إني أنام بالليل وقد لا أستيقظ إلا متأخرا، يعني مع أو قبل أذان الفجر، وعلي غسل، فهل أبدأ بالسحور أم أبدأ بالاغتسال؟ إن بدأت بالسحور طلع علي الفجر وأنا جنب، وإن بدأت بالاغتسال أذن المؤذن دون أن أتسحر. فقلت هذا السؤال ورد على المصطفى عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني يجي وقت الصلاة وأنا عليه جنابة فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فليبدأ الإنسان بالتسحر، لأنه إذا تسحر فطعام السحور غداء مبارك، فهو في بركة، ويتقوى به على الطاعة، ويتقوى به على العبادة، ويتقوى به على الصيام. بينما لو اغتسل طلع الفجر وهو لم يتسحر قد يصيبه شيء من التعب، قد يصيبه شيء من العناء، قد يصيبه شيء من العطش وعدم الراحة. فقال تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. ثم من المسائل التي تكرر في الأيام الأولى من رمضان، أمس واليوم بكرة وبعد، قد يغلط الإنسان، ونتيجة للحر عندنا في مكة ونتيجة لشدة الحرارة يعطش الإنسان ويجد الماء مثلا في الحرم أو في أي مكان، ومن شدة العطش يشرب، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ نقول إذا ناسيا وتناول الشرب وشرب ناسيا فصيامه صحيح، وأما إذا تعمد فيقول عليه الصلاة والسلام لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالدين أيها الأحباب دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وإنما كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. شرب الإنسان متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، شرب ناسيا يتم الصيام وصحيح، فإنما أطعمه الله وسقى. اعتدنا أيها الأحباب في قراءتنا أن نقرأ في كتاب الكافي لابن قدامة، وقلنا إن ابن قدامة رحمه الله ألف عددا من الكتب، وهو من العلماء الأجلاء، وهو من البارزين في المذهب الحنبلي. ألف رحمه الله كتاب العمدة، وألف كتاب المقنع، وألف كتاب الكافي، وألف كتاب المغني، وكلها تعتبر من أهم الكتب في المذهب الحنابلة عليهم رحمة الله. العمدة للمبتدئين، والمقنع لمن قطع شوطا ليس بالطويل، والكافي لمن قطع شوطا يعني وسار في الطريق الصحيح وعرف الروايات ولديه فكر ليميز بينها وليرجح بعضها على بعض. وكتاب المغني لطلبة العلم الكبار، لطلبة العلم الذين حباهم الله معرفة ووعيا وإدراكا.
وكتابنا الذي نقرأ به هو كتاب الكافي، يعني الذي قبل الأخير، ويذكر فيه غالب الروايتين. وإذا قال قال فلان كذا وقال فلان كذا، يريد منك أن تعمل نظرك وأن تجتهد في المسألة، ويكون لديك من المعرفة ما تميز به بين ما يقبل وما لا يقبل، لما حباك الله من علم ومعرفة. ودراستنا أو كذا في كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، والفريضة هي المقصود بها التوارث، وذكرنا في درس سابق أسباب الميراث، ومر بنا في درسنا يوم الاثنين في كتاب الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث سبب، يعني كان في السابق يتوارثون للتحالف، يتوارثون للمناصرة، يتوارثون للأخوة التي آخى بينهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما بعد أن تعمق الدين في قلوبهم جعل الإرث للقرابة دون غيرهم، يقول عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأسباب نكاح وولاء ونسب. وهنا سبب الرابع قلنا مختلف فيه، وهو بيت المال. المالكية عليهم رحمة الله يقولون سبب، والشافعية عليهم رحمة الله يقولون إن انتظم، والحنابلة والأحناف يقولون إنه يحفظ المال الضائع. وقلنا بأن الورثة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ومنهم من يرث بالتعصيب، التعصيب هو الذي لا تقدير له، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض فسقط إلا الأب والابن والجد، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض. ثم يبين لنا الوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فهذا أيها الأحباب يعني علم الفرائض أو قسمة التركات يعتبر من أهم العلوم، لأنه لا يستغني عنه أحد، لا الكبير ولا الصغير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الغني ولا الفقير. ونقرأ الآن ما وقفنا عليه محمد ونقرأ الآن ما وقفنا عليه في كتابنا، ثم نتناقش فيما بقي من الوقت إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينقسم الوراث إلى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم. وينقسم الميراث أو الوراث إلى ذو فرض، يعني أصحاب فرض. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وعصبة، العصبة إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. وذو رحم يعني أبو الأم يعتبر من ذوي الأرحام، وابن البنت يعتبر من ذوي الأرحام، والعمة والخالة كلهم من ذوي الأرحام. فالورثة أهل فرض وأهل تعصيب وأهل رحم. من أمثال أهل الفرض الأم والجدة، ومن أمثال أهل التعصيب الأب والجد، ومن أمثال أهل الرحم أبو الأم والعمة والخالة وبنت البنت وابن البنت وهكذا. نعم. فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة، لما قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، وعلى البسط هم 15،
كلهم عصبة إلا اثنين، إلا الزوج وإلا الأخ من الأم. فالأخ من الأم ليس من العصبة، وإنما ليأخذ فرضا. إذا كان واحد يأخذ السدس، إذا كانوا اثنين وأكثر يأخذ الثلث، وهكذا. وعندنا مسألة مرت بنا ويمكن تمر بعد قليل أيضا، هي اسمها الحمارية أو اليمية أو المشركة أو المشركة أو المنبرية، كل أسماء لمسمى واحد. يمكن شيخ عبد الله، ما هي يعني أركان المسألة الحمارية أو اليمية أو المنبرية؟ ما جاب جواب زي. يقول شيخ علي لا، أنا ما أدري وش تقول، لكن شيخ علي يقول لا. نعم، إخوة لأم. أركانها أربعة، أحسن. الآن الشيخ عبد الله جاوب، أركانها أربعة. ما هي الأربعة؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة. الآن أجاب، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، أو نقول زوج وجدة يصلح، وإخوة لأم وإخوة أشقة، يعني صاحبة سدس إما أم وإما جدة. الجدة تأخذ السدس والأم تأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث، وما عندنا فرع وارث، أو وجود جمع من الإخوة أيا كانوا، سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، وارثين أو ساقطين. فنقسمها على المذهبين شيخ علي، على يعني مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبو حنيفة. قالوا من كم؟ قالوا من ستة. الزوج له ثلاثة، والإخوة لأم، والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم شيخ علي، الإخوة لأم، ما قلت الثلث، احنا نريد كذا، نريد الثلث من الأول. يلا، المسألة من ستة، إيه؟ الزوج له نصف ثلاثة، والأم سدس واحد، والإخوة لأم كم؟ الإخوة لأم الثلث. زين، بس تأكد يا ابني، تأكد. ما تعصيب؟ تعصيب ولا فرض؟ فرض. لهم الثلث، الإخوة لأم لهم الثلث اثنين، والأشقة، والأشقة ما لهم شيء. لماذا؟ والأشقة لم يبق لهم شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا على حسب الأصول الشرعية وحسب القواعد المرعية. أعطينا الأم السدس، وأعطينا الزوج النصف، وأعطينا الإخوة لأم الثلث، ثلاثة واحد أربعة واثنين ست، انتهت. الإخوة الأشقة جاءوا قالوا طيب أعطيتوا ذولا كم؟ أعطيناهم الثلث. لماذا؟ لأن أمهم أم الميت واحد، واحدة ليلة كلها أمهم ليلة. قالوا طيب يمنا حنا، كما أنها أم لها أولاء فهي أمنا، لم يفضلونا بشيء، وإنما نحن فضلنا عليهم بالأب. اجعل أبانا حجرا في اليم، ما نريد، نريد أنصفونا، اجعل أبانا حجرا في اليم، أو يقول هب أن أبانا حمارا كذا، فيسمى المشركة. فعمر رضي الله عنه رجع عن ما حكم به أولا، وبعد سنة شركهم جميعا في الثلث. لا فرق بين شقيق وأخ من الأم، ولا فرق بين ذكر وأنثى، لأن أولاد الأم سواء، ذكرهم وأنثاهم. وأما مذهب الأئمة الحنابلة والأحناف فقالوا نعطي الإخوة لأم الثلث ونسقط الأشقة، لأن هذا هو الذي يتمشى مع القواعد الشرعية، وإن كانوا أدلوا بما أدلى به هؤلاء وزادوا عليهم بالأب
إلا أننا لا نعتبر ذلك. نعم. إلا الزوج والأخ من الأم والأب والجد مع الابن والنساء المنفرد. يقول هنا يعني الذين يرثون بالتعصيب هم الوارثون من الرجال إلا الزوج، لأن الزوج من الوارثين من الرجال لكن ما هو عاصب، وإلا الأخ من الأم فهو من الوارثين من الرجال لكن ليس بعاصب. نعم. ونزيد عليهم المعتقة، المعتقة فهي عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. والنساء المنفردات عن إخوتهن ذوات فرض إلا مولات النعمة. والنساء المنفردات عن إخوتهن، يعني بنت وحدها، أخت وحدها ما معها أخوها، فهن من ذوات الفروض ولسن من ذوات، إذا كانت البنت مع أخوها فهو يكون عصبة، وإذا كانت الأخت مع أخوها فيكون عصبة، لكن بنت فقط، أخت فقط، بنت ابن فقط، فهذه من ذوات الفروض وليست من ذوات العصبة، إلا مولات النعمة. من هي شيخ علي مولات النعمة؟ المعتقة، إذا كانت امرأة وقد اعتقت رقيقا فهي تسمى يعني تعصب وتأخذ ما ترك من مال إذا لم يكن لديه ورثة، إلا معتقات، إلا ذوات النعمة. نعم. والأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. قلنا يا شيخ بكاي العصبة ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس الأبناء والأب والجد إلى آخره، والعصبة بالغير البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة، والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات. نعم. والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد. العاصب يرث المال جميعا. قالوا عندنا ابن 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 عم، قلنا عاصب، وفلانة مثلا عندها، قلنا بساتين في الشرائع، وعندها استراحات في حده وبحره، وعندها في المعيصم، وعندها في المغمس، في أحيمك وأبراج في العزيزية، طيب من الورثة؟ قالوا ما فيه إلا ابن 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 عم. نقول طيب كل ما تركته لها، كل ما تركته لابن عمها، والعاصب يأخذ جميع المال إذا انفرد. فإن كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. إن كان معه ذو فرض بدأ به، يعني قلنا ليلى عندها أملاك كثيرة هنا وهنا وهناك، وعندها ابن عم، نقول له كل شيء. قالوا عنده فيه زوج، الزوج صاحب فرض، نقول عطوا الزوج فرضه والباقي لابن العم. قالوا فيه زوج وفيه أخ شقيقة وهو أخ من الأب مثلا، نقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، وابن العم هذا يسقط لأنه لم يبق شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. والباقي للعصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. متفق عليه، متفق عليه. وش معنى يا ابني متفق عليه؟ يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. وإن استغرقت الفروض المال، استغرقت الفروض يعني مثل الآن المسألة الحمارية، الأم أخذت السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة من الأم أخذوا الثلث، والزوج أخذ النصف، ما بقي شيء، نقول للأخوة الأشقة اسمحوا لنا ما بقي لكم شيء،
نعم. سقط. فلو خلفت المرأة زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، هذه هي الحمارية، هذه هي المسألة الحمارية، أم أو جدة وزوج وإخوة لأم وإخوة أشقاء، هذه هي الحمارية أو اليمية أو المنبرية أو يعني المشركة أو المشركة، كلها أسماء لمسمى واحد، الزوج له النصف والأم لها السدس والباقي والثلث، والإخوة من الأم لهم الثلث ولم يبق شيء للأشقاء. نعم. كان للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الباقون، لأن الله فرض هذه الفروض لأهلها وبينها وأوضحها. نعم. فوجب دفعها إليهم وجعل للعصبة الباقي، ولم يبق شيء، ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى المشركة. نعم. أو المشركة أو اليمية أو الحمارية أو اليمية إلى آخره. نعم. إذا كان الإخوة لأبوين، لأن عمر شرك الله عنه، شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث، وتسمى يعني عمر بعد مضي سنة رجعوا لأمه، لما قالوا له الكلام هذا استشار الصحابة فرأوا تشريكهم ولم يجعلوا فرقا بين الذكر والأنثى، لأن الإخوة لأم ذكرهم، الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، لا فرض أو لا فضل للذكر على الأنثى، فجعلوا الأشقاء معهم. أما الإخوة من الأب أصلا ما يدخلون هنا، لأن الإخوة من الأب في يعني لأن الإخوة من الأب يسقطهم الأشقاء، إذا وجد عندنا أشقاء أسقطوا الإخوة من الأب. نعم. وتسمى الحمارية، لأن بعض الصحابة قال هب أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا، ويقال إن بعض ولد الأبوين قال ذلك لعمر وقد أسقطهم فشرك بينهم، ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. نعم. نكتفي أيها الأحباب بهذا القدر على أن نتناقش فيه إذا كان هناك أسئلة، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذه أيها الأحباب نماذج للأسئلة. أحد الإخوة الأكارم يقول أنا اعتمرت عن أمي وهي قادرة بدنية ولكن لا تملك مالا، فهل العمرة صحيحة؟ نقول إن شاء الله صحيحة، لكن أمك ما يجب عليها العمرة لأنها غير قادرة مالية. لو قدرت الأم ماليا وبدنيا لقلنا يجب عليها المجيء، لكن هي غير قادرة من حيث المال، وإن كانت قادرة من حيث البدن فإذا فعلت ذلك فجزاك الله خيرا، علما بأنه لا يجب عليها. يقول السائل الكريم ذكر مسألة إرثية من نسأل الشيخ عبد الله نبي كندسة، يقول هالك عن أخ من الأب وبنت أخت من الأب وبنات العم، من يرث ومن لا يرث؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. مرة ثانية، أخ من الأب وبنت أخت من الأب وبنات العم، شوي شوي، وبنات العم، من يرث ومن لا يرث؟ المال للأخ من الأب، الوارث الوحيد هو الأخ من الأب، وأما بنت الأخت لا ترث، وبنات العم لا يرثن، وإنما هن من ذوي الأرحام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.